تدشين إصدار البطاقة الإلكترونية للعاملين في المؤسسات الإعلامية الرسمية. الوكيل العامري يدشن الامتحانات الوزارية بالمعهد المهني الصناعي بسيئون. قائد المنطقة العسكرية الثاني يفتتح العيادات الخارجية بالمستشفى العسكري. أهلا بكم مشاهدينا في نشرة إخبارية جديدة من تلفزيون حضرموت. دشن نائب وزير الإعلام حسين باسليم اليوم في العاصمة المؤقتة عدن إصدار البطاقة الإلكترونية للعاملين في المؤسسات الإعلامية الرسمية. وخلال التدشين الذي حضره رئيس مجلس مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر محمد بشرحيل، اطلع باسليم من رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء سند جميل على آلية صرف البطاقة الإلكترونية وسبل تدليل المعوقات، مشيدا بالجهود الحثيثة الناتجة عن تضافر الجهات المعنية بصرف البطاقة الإلكترونية لتسهيل حصول الإعلاميين عليها بشكل أسهل. دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء عامر العامري اليوم الامتحانات الوزارية بالمعهد المهني الصناعي بسيئون للعام الدراسي 2023-2024. وطف العامري في قاعات الامتحانات مستمعا إلى شرح واف من مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني محبوب أمان حول الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان سير الامتحانات التي تقدم لها 280 طالبا وطالبة، منهم 254 طالبا وطالبة في الثانوية المهنية بالمعهد المهني بسيئون موزعين في 5 تخصصات. هذا وعبر العامري عن تمنياته للطلاب بالتوفيق والنجاح، داعيا أبناءه الطلاب إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق نتائج مشرفة. افتتح اللواء الركن طالب سعيد برجاش قائد المنطقة العسكرية الثانية اليوم العيادات الخارجية بالمستشفى العسكري، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الطبية المقدمة للقوات المسلحة. الافتتاح شمل عددا من العيادات التخصصية بما في ذلك عيادة القلب والضغط والشرايين وعيادة العظام والمفاصل والأمراض الباطنية، كما تم تجهيز هذه العيادات بأحدث الأجهزة الطبية والمعدات اللازمة لتقديم خدمات طبية متكاملة للعسكريين وأسرهم. وخلال حفل الافتتاح أشاد قائد المنطقة بالجهود المبذولة من قبل القيادة العليا للقوات المسلحة في تطوير البنية التحتية الطبية وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للعسكريين، كما شدد على أهمية هذه العيادات في توفير الرعاية الطبية اللازمة للقوات المسلحة والمساهمة في الحفاظ على جاهزيتها القتالية. عقد بمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت اجتماع موسع برئاسة المدير العام الدكتور محمد الجمحي لاستعراض عدد من القضايا المتعلقة بآخر مستجدات الوضع الوبائي للكوليرا بمديريات المحافظة ومناقشة ما تم إنجازه من الاحتياجات الملحة في مراكز المعالجة. وشدد الاجتماع على ضرورة رفع خطة عاجلة للمنظمات الداعمة لمواجهة وباء الكوليرا في عموم مديريات المحافظة، حيث أعرب المدير العام الجمحي عن شكره وتقديره لمديرية المرافق الصحية والمستشفيات والترصد الوبائي لجهودهم المبذولة في خدمة المرضى، مبديا استعدادهم لتقديم كل التسهيلات والإجراءات اللازمة. اطلع مدير عام مديرية سيئون خالد بلفاس اليوم ومعه مدير عام محو الأمية وتعليم الكبار بالوادي والصحراء عبد الوهاب بن علي جابر على الخطط والبرامج بمكتب محو الأمية وتعليم الكبار بالمديرية. وأشاد المدير بلفاس بالدور التنويري لمكتب محو الأمية وتعليم الكبار بالمجتمع وتأهيل الدراسات في مختلف البرامج التعليمية والتدريبية، مشيرا إلى أن السلطة المحلية بالمديرية تولي اهتماما بالغا للصفوف والمراكز التعليمية وتقدم الدعم والتسهيلات وفقا للإمكانات المتاحة. وإلى حالة الطقس، حيث تشهد مدن ساحل حضرموت أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية متباعدة ورياحا معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة حارة رطبة نهارا إلى دافئة رطبة ليلا. وفي أرياف ساحل حضرموت والهضبة الجنوبية أجواء غائمة جزئيا مع أمطار رعدية غزيرة خلال فترات من الظهيرة والمساء ورياحا معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة حارة نهارا معتدلة ليلا. أما في وادي وصحراء حضرموت والهضبة الشمالية أجواء غائمة مع عواصف رعدية غزيرة ورياح معتدلة السرعة تنشط خلال فترات من الظهيرة، ودرجة الحرارة حارة نهارا إلى دافئة جافة ليلا. والآن مشاهدينا إلى حالة الطقس.
ختام النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أمر. تدشين إصدار البطاقة الإلكترونية للعاملين في المؤسسات الإعلامية. الوكيل العامري يدشن الامتحانات الوزارية بالمعهد المهني الصناعي بسيئون. قائد المنطقة العسكرية الثانية يفتتح العيادات الخارجية بالمستشفى العسكري. ولمتابعة المزيد من نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تلفزيون حضرموت. شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.